هلو يا حلوين، كيف ان شاء الله بخير؟ ان شاء الله كستم يا احلى ناس حبايبنا الكرام. جات لكم مقطع جديد يا اساطير. مقطع اليوم شباب مقطع اسطوري مثل كل المقاطع، بس قبل ما نبلش بكل الشباب كل شيء ركزوا معي الله يخليكم. رمضان على ابواب، رمضان مبارك على الجميع حبايبنا، كل عام وانتم بالف خير. شيء ثاني شباب، راح اختار ان شاء الله شباب من هون لاخر رمضان عندي هدف انه نوصل لل 200,000 مشترك شباب. لهيك شباب حبايبنا الكرام، اللي مشترك يشترك حبايبنا الله يخليكم، اوكي. وراح يكون في مسابقات ان شاء الله بشكل يومي، اوكي. على 1000 جوهره، اوكي، على 1000 جوهره شباب. اكثر تعليق بيجيب لايكات، يعني 200 لايك، 300 لايك، 400 لايك وفوق شباب، راح نشوف التعليقات ونهدي الجواهر، اوكي حبايبنا الكرام. كل ما عليك انك تحط تكتب اسم كلام حلو، اوكي، ومن تحت تحط بس الاي دي عشان اتواصل معك مباشره، اوكي يا اساتذه. هاي كان نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نزل حدث شباب اليوم اسطوري، حدث شباب ما اعرف شو اسمه، بس حدث بعرف انه حدث بنت، اوكي يا اساتذه. الكرنفال الجنوح ولا ما اعرف شو شباب. anyway، طبعا شباب انا هذا الحدث راح اجيبه لانه صراحه يعني هذا السكن زائد الثلج عدد اشياء اسطوري. طبعا شباب راح نحاول نحصل على الـ على على كل شيء، اوكي، بس لك يا شباب ضخم طبق استيام ما في شيء. هنا شايفين على اليمين محطوط بالونات، ما فهمت يعني. هنجرب نضرب ضربه واحده نعمل تاكيد، اوكي. تهنيك على حصل على اوكي. اوكي. طب خلينا ندخل على الاستبدال نشوف شو موجود هنا. السكين كمان 120 بالونه، 90 48 30 30. اوكي 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 اوكي. طيب يا شباب راح اجيب هذا السكين بنت شباب لانه ولا شيء والله. شباب وين مركز شباب؟ سوي شباب خلي صحصح شوي شباب. ليتس جو 10 ضربات كم يطلع لنا؟ تهني لك حصلت على بس وتش. طب شباب ما في شيء هيك يعني ضربة حظ او شيء؟ 14 بالونة؟ لا هيك رح يطول كتير شباب، يعني نجي على الاستبدال 90 رح يكلف كتير. وات؟ اضرب اشوف وحدة، اضرب اشوف له بالونة، لا تزرني، هات اشوف وحدة، هذا هو يعني كل شب بالونة، يعني هذا كله يعني اضرب 10 بالونة اشوف 12 بالونة، هذا نفس الشيء، نضرب كمان 12 15. في بالونات بيعطي اكثر، اوكي. نجي لهون، واحد 10 طلقات. هناك فرصة رح تصعد الواحد الى 5 توكن بالون، استخدم توكن بالون استخدام بجواز. اوكي 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 يعني شباب لازم نحاول يعني شو نطلع من هي؟ وين ال ايوه ليكم. يلا نضرب 10 نشوف شو يطلع لنا هيك بالونات كثير. 16 بالونة، 74 بالونة، 89 بالونة، هاي شنو؟ لا بالونات. تمام هون رح نحاول نحصل على لازم يعني 90. يلا حاول نجيب الثلج يا شباب، بدنا الثلج، الثلج يا شباب، الثلج اسطوريه الثلج الصراحه يعني. طب سؤال شباب، سؤال يا حلوين. طبعا انا البنطال البرازيلي عندي اياه، اوكي حبايبنا عندي اياه، بس ليش هيك يعني؟ اوكي. في جواز تحت كمان ما شفناهم يا سطير. اوبا لوس والله حلوه. 12 تك تك، صناديق أسلحة، صناديق هذول، السكار حصلت عليه من الفيديو اللي فات شباب، اللي ما شافوا روحوا يشوفوه بسرعة. أوكي أوكي، يعني مثلا شباب خلينا نعمل نحسب يعني راح يكلفنا. أوكي هذا يلا يلا خلينا نضرب كمان 10 بالونات. بس والله شاب صرنا كم جوهرة صرفنا شباب؟ كمان 4000 ليرة، ما أعرف كم جوهرة صرفت. 15 نكمل شباب، نكمل حتى نحصل. أوكي أول شيء شباب بدنا نجيب اللبسة، تمام. طبعا لنجيب اللبسه ومع الـ مع الـ مع الـ مع هذا راح يكلفنا يعني 220 جوهره، 220 بالون. شو هذا يا زلمه؟ بالونات؟ اوكي 220 بالون، 220 بالون عفوا 220 بالون يلزمنا شباب. اوكي راح نكمل عشان نجيب السكين كامل. طبعا شباب سؤال، هل هذا 120 تمام؟ خلينا نحسب السكين، خلينا نقول 120 هون يا شباب، خلينا نقول 50. اوكي هذا هو. لا ثواني، ثواني شباب، هون 84 يعني 108 يا شباب، من دون ما اجيب السكين كامل. انتبهوا شباب اللي عنده البنطال من زمان،
البنات يعني اذا عندكم بنطال يعني من زمان لا تجيبوا الحزبه كامله يعني جيبوا بس فقط الجاكيت والليذر مثل اللي راح اعمل يعني شباب يعني في فرق في فرق يعني يعني تقريبا 12 بالون هيك شيء. اوكي خلينا نجيب هذول شباب نحط هذول نجيب هذول خلينا نعمل استبدال لوز نعمل نجي لهون كمان نجيب السكين الحذاء طبعا هذا هذا شباب هذا الفيديو يعني انا عادة ما بلعب شخصيات بنات بس هذا الفيديو للبنات يعني يلا من الاخر يعني والثلج يعني الثلج يعني شو حلوه كمان اسطوريه تمام يلا خلينا نضرب كم يلزمنا يا اخي يلزمنا كثير يا اخي نضرب بالونات بس شباب عن جد يعني غالي كلف كثير يعني كان معي 4000 وما اعرف انا شباب هي يا ترى في شيء غريب عملته انا ولا كيف ما اعرف خلينا نضرب نكمل على يلزمنا يلزمنا يا اساطير تقريبا كلا 7 بالونات عم نضرب وحده وحده ما اعرف اوكي هذا هو نفس الشيء تقريبا يلا عجب هالبالونات ما في نفس الشيء نفس الشيء يعني ما بيختلف شيء كل البالونات لواحد يعني بضرب اصفر احمر كله واحد تضرب انا حمر بزرب الازرق وات ابلع يلا بقت الاخير نجيب الثلج شباب يلا اوه حصلنا بالونتين حلو باللوز لازم اللوز يلا نعمل استبدال هون شباب حصلنا تقريبا صار كمان 4000 ولا كمان المهم يعني كمان 4000 ولا صار معي 1300 وات والله مرتب هاد شباب لو كنت بعرف كنت بس جبت الثلج بس ولكن يلا دعي البلد لتس يلا لتس جو خلينا نجيب نروح على الشخصيات نعم يس نرجع لهون اوكي وين لعيبي ها سكيل لانه شباب كثير بالتعليقات لما بيكون عم ينزل احداث بنات وانا ما بتجيبهم بيقولوا علي ليش ما تجيب السكنات بنات؟ جبنا سكن البنات اوكي شباب هذا هو السكن الحذاء خفيف نظيف جميل جاكيت حلو بنطال جميل كمان ليك شباب رح نعمل عليه شوي تعديلات نحط له نحط هي اوكي نحط مثلا مو سكر سكر ما راح يطلع حلو نحط له تبعت الفاير باس الثاني نحط له بنات اكتبوا بالتعليقات اذا عجبكم هالتشكيله اعطونا تشكيله حلوه كيف تلعبوا انتو والحذاء رح نخليه على حاله يعني حذاء على حاله خلينا هيك شباب اعطونا لكم بالتعليقات على هذا التشكيله لوز ولا مش لوز اوه عيون خضر حلو شو هالسكين تبع الفاير باس اوكي حلو هيك حسيتها هي هي الشخصيات اللي بحطها شباب يلا خليها هيك نروح على الثلج شباب نشوف الثلج يا اساطير الثلج 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 وين الثلج اوكي اوكي وين الثلج راحت وال الثلج والله شيء حلو والله حلو الثلج شباب هي تخبر تجرب الثلج وين نظن ايه هون روح على تدريب نجرب الثلج يا اساطير ليتس جو حلو دخل بسرعه طبعا شباب السكين بالنسبه للبنات يعني سكين حلو يعني الصراحه باين عليه خفيف ولوز لوز بس ولكن شباب شيء مزعج منه بشخصيه البنت يعني ما اعرف احسها طويله كثير فهمتوا علي كثير بتاخذ مكان بالشاشه اكثر طويله يعني ونحيفه فهمتوا علي بس ممكن شوي اقصر مثل الشباب لانه اذا لاحظتوا سكريت البنت اللي بتلعبوا بشخصيه بنت بتكون البنت اطول من الشاب يلا خلينا نجيب البنت اطول من الشاب هيك صح هيك صح هيك 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 بدي اقول يعني خلينا نجيب الام بي 40 وين نجيب ام بي نجيب ام بي 40 اوكي نظبط له الشغلات يلا ليتس جو هيك على السريع يلا هيك باللوس لوس وضعنا لوس روح خلينا نشوف السكيل سكيل اللي بنت باللعب معلم عم يخرب بيت سنت صلي على النبي وينو هذا؟ ها جاي وراي ها جاي وراي جاي وراي جاي وراي جاي وراي جاي وراي طول بلا ما ضربه ناخذ الثلج من هون عيب عليك يا زلمه انت بيا يا اخي بدي راح ما اضربه وين؟ واحد متخبي اما كيف تخبى هون هذا يخرب بيت سنتو هاي الثلج معي شباب خلينا نشوف الثلج وبا يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا زلمة روح بعد يا زلمة روح انت كمان بعد يا زلمة خلينا نشوف الثلج يا شباب في واحد فوق شباب متكمبر طبعا الثلج يا تقدر تزعج من هذول بيكمبروا شباب يقعدوا لك فوق وان ريد شوت
ويلي ويلي عليكم يا رجال. وستوري شوف الثلج يا شباب، عن جد بصراحة حلوة كثير، يعني ما عن جد حلوة كثير واسطورية الثلج. شوف يعني هو كان عم يتفرج على الثلج، عجبته الثلج عم يحط قلوب كمان، يعني عن جد شيء حلو، حلو كثير، حلو كثير 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 حلو كثير. شوف الثلج، تعال شوف، تعال شوف الثلج يخرب بيت سنتك. شو اسمه هذا؟ القناص، فكرته بنت. شوف الثلج يخرب بيت سنتك منك. تعال بدنا نروح نرجع نشوف، تعالوا تعالوا. وال ها شوف شوف بدها تضرب، بتضرب بتضرب بتضرب. ها لا لا هي هي هي. موتي موتي موتي. نشوف الثلج يا معلم، ما راح ما راح نعمل مشاكل. هذا 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 شو شو حبيبي تدخل وين؟ هذا هذا في واحد هون قرد شو متخبي. شو كيف حاط حاطين السور ومتخبي مساكين على حالهم؟ هيك مساكين على حالنا. يلا نشوف حط الثلج من هون، شوفوا شوفوا شوف هيك اتفرج عليه هيك شكلها. ثلج ثلج دحا انها عسطورية. هي شو عم تعمل هي؟ شو عم تعمل هي؟ جيب لي هيد شوت، جيب لي هيد شوت، جيب لي هيد شوت. شغلت بس لا خرب بيت سنتك معلم. خلي موجودين مبسوطين جوا زي ما الجو بر بار برا. تكلم علي خير. شوف الكمبيوتر، شوف الكمبيوتر، كمبيوتر طافي. اوه ماركة الكمبيوتر انتل. سامحوني لا انتل ايه والله الكمبيوتر طافي مو شغال. طبعا شباب بفرجيكم شيء، يعني الكمبيوتر يعني كله ما فيه ولا 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 شريط ولا فيل، سام فيل تو سام فيل، ما في شيء شباب، ما في حتى بريزات يعني بالحيط ما في. اوكي اوكي اوكي. الفيديو كان شباب عباره بلعبه فيل فاير تحولنا الى بريز وفيل وعالم شو. اوكي شباب لا يكفي لا خلاص يكفي شباب. او ماي جاد شباب، شباب اللي شاف هالقصه شباب يكتبها بالتعليقات الله يخليكم. اوكي يا اساطير هيك بقول ده مقطعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم مقطع قصير. طبعا شباب اليوم راح نعمل بهذا الفيديو ان شاء الله راح نعمل عليه سحب تقريبا يعني بعد 15 ساعه ولا 20 ساعه شباب. اوكي راح اشوف التعليقات، اوكي واشوف اكثر تعليقات موجوده تحت، يعني اكثر لايك بيجيب يعني تعليق. اوكي ارجع نعيد ركز شوي، اكثر تعليق بيجيب لايكات يعني 200 لايك 300 لايك وفوق. اوكي يا اساطير راح نربحه 1000 جوهره. شباب شباب ركزوا معي، رسالة مهمة كتير شباب بالنسبة لهالمسابقة. ممنوع يعني مو ممنوع يعني بليز يعني لا تكرروا التعليقات شباب، لا تعملون سبام بالتعليقات. عم نلاحظ الفترة الأخيرة في كتير سبام تحت بالتعليقات حبايبنا، ما بقدر بقرأ ولا تعليق. أوكي حبايبنا تعليق واحد فقط لا غير. أوكي كلمات حلوين لوز اللوز، وعشان نجيب تعليق يعني نجيب لايكات حلوه اوكي من المشاهد. تمام حبايبنا الكرام، هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم، شاركوا المقطع يا اساطير. برجع بقول لكم كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك على الجميع شباب. بنفس الوقت شباب اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو افضل وقت لنفتح بالسوس بشهر رمضان. اكتبوا لنا شباب ايمت قبل بعد وتوقيت اللي انتم موجودين فيه والبلد انتم موجودين فيه شباب، كمان نفس تحت بالتعليقات يا اساطير. وشيء ثاني اخير وننهي المقطع، ناس كتير بتطلب مني عليكم وين تفتح بثوث مباشرة حبايبنا الكرام. بفتح البثوث مباشرة بشكل يومي، اوكي طبعا رمضان رح نفتحه بشكل يومي يعني اوكي على منصة الفيسبوك. اوكي رح كل شيء موجود بالتعليقات بالوصف تحت اساطير. اوكي بشوفكم على خير، سلامات.